هناك حديث عند أحمد والبزار وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الحكم بن أبي العاص وهو صحابي، وإن كان بعض المؤرخين كالذهبي يقول له صحبة من حيث العموم، قال ليدخلن عليكم رجل لعين. وكذلك الحديث الذي أنكر فيه عبد الرحمن بن أبي بكر على مروان بن الحكم وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن أباك، فسمعت عائشة رضي الله عنها ما دار بينهما فقالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن مروان، ومروان في صلبه. وهذا الحديث ضعفه كثير من الحفاظ وتردد فيه بعضهم، ولن أخوض في التعمق في ذكر أسانيد هذه الأحاديث، ولكن أذكر ما يتعلق بها على وجه الإجمال، مما يشير إلى أن بهذين الحديثين شيئا من الضعف. أولا أن في بعض الأسانيد ابن نمير، وهو رحمه الله قد يهم، ولذلك ذكر الترمذي في سننه تحت باب نكاح المحلل تحت حديث قال وقد وهم فيه ابن نمير. ثانيا أن عبد الرزاق ابن همام تحدث عنه، وهم بين الرواة لهذا الحديث، تحدث عنه الذهبي في تاريخ الإسلام وأثني عليه، بل قال الذهبي هو راوية الإسلام وهو صدوق في نفسه وحديثه محتج به في الصحيح. قال ولكن ما هو ممن إذا تفرد بشيء عد صحيحا غريبا، بل إذا تفرد بشيء عد منكرا، فيمكن أن يكون هذا مما ينكر عليه. ولذلك قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ويروى في سب الحكم أحاديث لم تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أن عبد الرزاق في مسند الإمام أحمد قال أخبرنا ابن عيينة الحديث، من ضمنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا، ولم يصرح باسم الحكم، مما يؤكد ما ذكر من أنه ربما أنكر عليه في هذا الحديث، فيكون ذكر الحكم في رواية البزار بينما رواية الإمام أحمد لم يذكر فيها، وهذا يدل على أن هناك علامة خطأ من عبد الرزاق رحمه الله. رابعا ما ذكر من متابعات، فإن رواة هذه الطرق التي بها متابعات لا يسلم أصحابها من الضعف أو الوهم لمن تتبع طرقه. خامسا مما يدل على أن التصريح باسم الحكم أن به ما به من الضعف أنه جاء في صحيح البخاري كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطأ، فجعل يذكر يزيد ابن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا فقال خذوا، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، ولم تذكر قصة وحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الحكم ومروان في صلبه. سادسا على التسليم بصحته، وهذا مما ينافح عنه الألباني ويرى صحته وينكر على الحفاظ الذين لم يذكروا تصحيحه، فعلى افتراض صحته فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجر. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة فاجعلها له كفارة وقربة. سابعا يقال من أن الحكم أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرده إلى الطائف، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفه إلى الطائف بل هو ذهب بنفسه، وذكر بعض الناس أنه نفاه. قال رحمه الله
ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها.